خلينا ندور منيح، ما ضل معنا إلا نص ساعة، لازم نلحق الولد. جميل مو مبين شي هون، إذا أهل البيت هنن المتصلين بيكونوا فوتوه لجوا. طمني عنك، انت منيح؟ جميل اتصل بالاسعاف، انا عم بنزف. يا جميل ساعدني. يلا جميل. هكان هكان استحمل كمان شوي، استحمل شوي بس يا أخي، استحمل يا سبع. طيب استحمل. هكان هكان اطلع، يلا استعجل، يلا 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 هكان. جميل أنا رحت. لوين يا أخي لوين؟ ابنك عاصم ناطرنا، ناطر تيابه، رح يقرأ القرآن ونحن حنسمعه وحنضيف ضيافة مرتبة. جميل أنا بكفيني وصلوا تيابه ويروح، أوعدني يا جميل أوعدني. ماشي يا أخي ماشي. حنروح من هون على محل تياب، ومن هنيك كمان حنروح على الجلسة. أنا تمام؟ أنا بدي روح على القبر بس كرمال الله علمو لابني، علمو كرمال ما يوقع مثل هدول اللي يقدر يحاربهم بعلمه. هكان أخي نحموت وخلصونا.
خلصوا من الجبال والطرقات وبلشوا يسووا كمين هون. شو هالقصة يا أخي؟ يا شو هالناس؟ كمين غادر بهالهجمات المفاجأة عم يحاولوا يعلموا على الشرطة وينرفزوهم. ايه ونحنا كمان ما عم نشتغل مثل المفروض نشتغل. ما لازم نترك الساحة لو شو ما صار، حتى لو نحنا اللي ربحنا ما لازم نترك الساحة، ما حنتراجع خطوة واحدة لورا. تراجع وانسحاب، انت شو عم تقول؟ انا بهجم وما بسأل حدا، انت بتعرف هالشي كتير منيح. ان شاء الله بس يكونوا الشباب اللي هنيك لسه محافظين على موقعهم. ان شاء الله. شو هالزحمة يا اخي؟ بدنا لبكرة نخلص من هالزحمة. يلا كارلوس استعجل، يلا ما عاد نلحق، يلا بسرعة. أخي أنا بدي استعجل، شو؟ مليان سيارات، كيف بدي أمشي؟ خلص أنا عرفت شو لازم أعمل. جميل، انت خذ سلاحك وخلص حالك وجيب له الثياب لابني بسرعه. يا منروح على حفله ابنك سوا او على الموت مع بعض، فهمت علي؟ ما في خيال. خلص جميل، خلص انت روح. جميل لسه معي رصاص، قلت لي كم واحد منهم كمان. قلت لك روح. جدي ابي رح يلحق يجيب الثياب لهون. رح يلحق على الوقت ويجيب لك اياهم، انت لا تاكل هم ابدا. يلا روح لعند رفقاتك هلا. ماشي جدي. شوف ليش وقفوا الرصاص؟ لك روح. اصبر شوية. طيب ماشي، رايحين سوا من هون. ماشي ماشي. لا إله إلا الله. يا أخي يلا جهزوا حالكم انت وياه، جهزوا حالكم يا كلب. وصلوا الشباب يا اخي، وصلوا لهون. جد رح ننفض كلياتنا ان شاء الله. يا قليلين الشرف. طمنوني كيف وضعكم هلا؟ انا منيح بس صديقي متصاوب، وضعه خطير. طيب انتو خلوكم متخبيين منيح، لا تخلوني كشفوكم. علم سيدي. تمام جميل، روح انت. اصبر يا اخي. وينكم؟
تمام تمام خلصنا المهم. الحمد لله على السلامة. أخي عاكف بيع عنكم شي ضباع. معلم صباع هن اللي كسبوا ضباع ماتوا. كارلوس شو الأوضاع عندك؟ مشي الحال، أثبتنا وجودنا. مو بإيدهم، غصب عنهم. الحمد لله على السلامة شباب جميعا. يلا يعطيكم العافية شباب. تحمل يا أخي. صبور صبور. الحمد لله على السلامة. رفيقي متصاوب وحالته خطيرة، رح روح أعطيه التياب لعاصم أحسن ما أتأخر. ماشي يا أخي؟ إيه. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. شو اسمه؟ هاكان. هاكان؟ هاكان؟ خليك معنا أخي، أنت رجال عن حقه حقيقي. كنت عم تضحي بحياتك لتحمي رفيقك، كان ممكن تموتوا اتنيناتكم. أنا مستعد موت وما أتركه، الروح والمال كله فدا أخي. تمام تمام، هاي سيارتي إسعاف وصلت ورح تنفذ بإذن الله. وأنت لأنك ما هربت نحن الحمد لله لحقنا على الوقت. الله يديم عليك قوة هالقلب يا معلم. أخي ابن أخيها كان عنده مناسبة مهمة اليوم ولازم وصله التياب لعنده. ايه منوصلهم؟ راح نوصلهم. ما تاكل هلا ابني عم يستناهم. هاي هي وصيتي. هاكان هاكان هاكان، صبور كمان شوي وراح تشوف ابنك ان شاء الله. خليك معه ليوصلوا. ماشي. وانت تعا معي لو سمحت. بامان الله انا حالحق يا اخي. لا تشيل هم شي اخي، راح يوصل الدياب ابنك على الوقت ان شاء الله.